السلام عليكم ورحمة الله. خوتي اليوم غادي نشوف ان شاء الله واحد الطريقة كيفاش نعملو سيستيم دالارم روميز ازيرو، يعني نرجعو لي بارامتر بار ديفون ديال ليوزين. كتوقع هاد الحالة هادي بزاف مع الناس وما كيعرفوش يتصرفوا. هاد واحد الحالة شفتها انا مؤخرا، لو سيستيم بقى ارمي والسيد نسى المطبس. هاد الحالة هادي نيت اللي كتشوفو دابا، سيستيم ارمي والمطبس ما كاينش. كاينه طريقة واحدة هو الروميز زيرو، جميع المحاولات ما كتوصلش نتيجة. مثلا نحيدو ليه الضو، نحيدو له البدري هو الأول، نحيدو له السيكتور اللي 220 فولت. السيستيم هو أرمي، طفى كلشي، ولكن في هاد الحالة هادي لا سيرين غتغوت. أنا ديبرونشيت لا سيرين باش نخدمو ترانكيل. كنحيدو كنرجعو الفيوسيف، لو سيستيم كيرجع في الحالة اللي كان عليها قبل. يعني السيستيم كان ارمي قبل، واخا طفيو تشعلو غادي يولي ارمي، غيرجع للحالة اللي طفى عليها. ارمي بالمود باس اللي دار قبل. هانتوما كيما كتشوفو نحيدو الفيوسيف العاود ونرجعو، سيستيم ما كيطفاش، يعني سيستيم ارمي. المود باس بار ديفو هو 1111، ما خدامش. الحاله الوحيده اللي كاين هو نعملو الروميز زيرو. كاين حدا التامبر، كاين واحد الجامبر، واحد السويتش الجامبر، كنحيدوه وكنركبوه جي بي 3 جي بي 3. هما كاينين جوج ديال لي جامبر تما، كاين جامبر واحد وجامبر 3. كنركبوه في جامبر نيميرو 3 هايدا، وكنكور سيركويتي بشي تورنوفيس، كنكور سيركويتي و جامبر نيميرو 1 هايدا، كنكور سيركويتي واحد كلب سكوند. وكيتروسيتا كيرجعوا لي بارامتر كيف ما جا من ليوزين، لي بارامتر رجعوا من الاول. دابا الكود 1111 غيكون خدام كما كتشوفوا هو قبلو. كما كتشوفوا الكود خدام بار ديفو 1111. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كاينة باش نعملو له الروميزة زيرو. ديك الساعة كنحيدو ديك الجامبر وكنردوهم بلاصتهم. تامبر سونترا كتكون الديفو ديال تامبر سونترا، حيت فتحنا بروتيكسيون ديال لا سونترال، فتحنا ديك لونش. هادي هي الطريقة الوحيدة اللي باش نعملو الروميزة زيرو. دابا نبدلو اللغة، في إيطاليا وفي فرنسية وفي الدوتش ألمانية، صارو فرنسية. نبدلو المود باس. الطريقة هي هادي كما كتشوفوها، نعملو المود باس جديد مثلا 1357، كونفيرمي، نعاودوها مرة ثانية 1357، كونفيرمي، صافي. دابا الكود 1111 ما يخدمش. هادي هي الطريقة باش نبدلو الكود. هذاك هو. وما تنساوش المشاركة والإعجاب باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.